رخو ريبخا رخو ريبخا يلا ما بقاش اقلب جها في الراس انا صاف انت واحد شويه ديال الشمس صباح خير بعدا بنت واحد شويه ديال الشمس ونستافدوا من النشفو هاد الحويج انه فازقين الخيمه بعدا نشفات واحد السحابه كتبان لي جايه من لها ما عرفنا واش جايبه الشتا ولا شنو جايبه ولا غير دايزه انا الجهه كتبان زرقاء يعني السما زرقاء كاين الجهه اللي غادي لها انا كيبان لك كحوليه يعني يقدر يكون الشتا تما غادي نجمع هاد الساكوشاج بعدا لانه الجو ما كتفهم فيه والو الصراحه هذا ما ينشفش دغيا هذا لمشى تحت الشتا بحال السماشه كتنقص وقع الا طاحت الشتا هذا غادي خاصو يومين باش ينشف الا فزق فندخلو هذا بعدا انا طاحت الشتا ديك الساعه هاني هادشي الاخر ماشي مشكله بالخف كينشف ابرد ليله في هذه الرحله دازو شي ليالي باردين في السعوديه ولكن هنا هاد الليله ديال البارح بزاف كانت ليله مثلجه اللي دي ولاو بحال شي حجرات ما كنحسش بهم نضرب ما حجره بحال هكا ما تحس بوالو صافي ولاو مع البرد كرمو شتي راه كيبان لك شي سحابات جايين من لهيها ما كتفهم والو من هنا شويه كتبان لك الزروق هي حتى البارح بالليل راك بالعشيه فاش كنت ندير الخيمه كان بحال هكا واحد الناس مع البهيم ديالهم هما كيشوفوا فيا كيقولوا هاد خينا اش كيدير هنا اول مره يشوفوا شي واحد هنا وقال بالخيمه هما بحال دراري صغار هاد لارسو هادا عواجت فيه وحدة سي مبقاتش باغا تخرج مبغيتش نفورسي عليها سي لا تشبه ليكم واحد لا هادي ولات مزيرة دابا مع هادي ولا رجعت هاد العيبة غتزاد تزير ماشي غاد العكس إلا زيد توركت عليها غتزاد تزير كيبان ليا مناش نخسروها هي اصلا خسرات جربت بزاف ديال الحلول ما بغاش هادشي يتحل فغادي ندير الصابون نجرب هاد الصابون هذا ديال المعن الله نديرو في هاد الاتجاه هذا فين الاتجاه اللي داخله في هادي دير ليه بحال هكا خلوه يدخل معها هاي جبدات كنظن بان الصابون هو اللي ينفع فبغيت نعاود نجربها واش الا دخلات غتعاود تخرج نجرب قدر ندخل دغيا المهم قاش بغيت تخرج وقيلا عاوتاني ما لا تخرج المهم خاصو قديمة دابا نفاتن معاها ديما تبقى المهم بعدا خرجت لينا كتخرج شي مشكلة البوطة ما بغاتش تخدم يعني ما كاين لا قهوة لا اتاي اليوم غادي ناكل غير التمر غادي ندير باني بالتمر عندي هاد التمر هذا وعندي التمر بزنجلان هذا من السعودية مازال معايا
هذا زوين هذا الصراحة. مهم جوج نواع ديال التمر. فعندي شي لعيبات اخرين ولكن نفضل غير التمر هنا دابا الصباح. ليسانس مابقاش بزاف فاش كيبقى في القرعة هكذا هكا مكتبقاش تبغي تخدم، كتولي تخدم غير واحد شوية وتطفى، يلا كتبغي تحط البريد كتطفى. فلهذا نسيت ما عمرتهاش البارح، اليوم ان شاء الله نعمرها. درجة الحرارة دابا 3 درجات، فدرت هاد الكونتور هذا هاد برايتون هذا، فكيعطيك بزاف ديال يعني الالتيتيود الطقس الساعة شحال من كيلومتر. هذا صغيور فوليت بحال شي بيلوت ديال الطيارة ولا بزاف ديال، فهذا ضروري خصو يكون راكب هاد الصغيور هذا، لحقاش ما كيحتاجش لا شارج لا والو، يعني باش تعرف شحال من كيلومتر ضرب شي مثلا في كل دولة ولا. وهذا فيه يعني بزاف ديال، تقدر تستعملو نهار نهار وقت اللي بغيتي. هنا كاينين الفرافر الحقل ديال الطاقة الريحية، يعني درجة الحرارة كاينة 3، فهنا عطينا الالتيتيود 1633 ولكن لا كاينة تقريبا شي 1670 هنايا، كاين كتر من هادشي اللي عطينا هنا. ممريقلش دابا هو الالتيتيود. هاد الجاكيطة اللي لابس سخونة هادي صافي عشرة، وخا البرد ما كنحسش بيه عاد. واللي قالت لقيتهم نفعوني الصراحة، هاد اللي قالت هادو كانت فاش كنت في كينيا كنصيفطهم ليا واحد الصديق مصطفى كيعيش في داكار، هما وهاد الساك هذا وهاد السرجنيت اللي قالت فيه. وهاد اللي قالت كنت قلت لي لا لا بلا ما تصيفطهم راه ما غاديش نحتاجهم وكذا، وهادي راه الجو سخون. وشو سبحان الله الا جيت حتى الاردن واحتاجتهم، كل ما كنتش دايرهم راه غنحس بالهدية صراحه يكزو حقاش كاين البرد. ولكن بعد شويه غتنزل الطريق بعدا ما بقاش بزاف. هاد الفرافر هادو راه كبار بزاف، هادو دابا راه كيبانوا لينا من بعيد صغار، عاد فاش كتقرب حداهم راه كبار. هادوك الفرافر اللي كيبان لك 3، يعني 3 ديال كل وحده فيهم راه شي راه كبيره، كل وحده فيهم وقال راه كتقسم على جوج واقيله، ان فاش كي بغوا يجيبوهم في الترونسبور كيلقاو مشكله. ما فايت شفتهم في المغرب في بعض البلايص كيحيدوا تروطوارات ديال الرون بوان، كيجيبوهم في هذوك الرمايك طوال شنو كيسموهم، المهم هذوك الطوال اللي كيكونوا فيهم دوبل كيكونوا معاهم الطوموبيلات وكيكونوا معاهم وقع كاع حتى البوليس. هذا لحقاش راه خاصهم يحبسوا المدينه وقع لها فاش كيكونوا دايزين، يكونوا غاليين هاد الفرافر هادو، ربما كل وحده كدير شي مليار يعني ديالنا مليار سنتيم غاليين. تبقى طالع 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 حتى كتوصل لواحد الجبل سميتو الخلال، ما عرفتش واش هو هذا ولا المهم شي بلاصه هنايا. ومن بعد كتجيو كتلاقى مع الديكور هذا لتحت، فدابا عندي النزول اغلبيه، فتقريبا طلعت حتى شي 1700 متر. وهنا كاين هاد الديكور والبطراء بقات في هاد الجهه ما بعداش بزاف. وادي موسى، وادي موسى هي واحد المدينه منها كتمشي البطراء، يعني فيها البطراء ديكور زوين من هنايا. كاين الريح البرد، وراهم هادوك الفرافر مازالين هنايا كاينين بزاف، انا هاد البلاصه كنظن معروفه بالريح صراحة. ديكور زوين، كاين شي قهوة هنايا ولا شي حاجة. المهم هذاك جيفت شوب ديال السوفينير بحال شكل، عرفتي بحال شكل زيارات بحال ديال تيزن تيشكا، هذوك المحلات بحالهم. كاين هنا كاين واحد هنا وكاين واحد هنايا فيهم تا قهوة، كاين الكز ولكن مكبط لهاد البرد هذا ما يصوروا والو والو. خديت انا قصر 10 صافي. الجاكيطه هذه الصراحه كتكالي البرد، اوريكم من الداخل كي دايره. هي اصلا من الداخل التوب ديالها ما فيهاش التوب، هذا ديال ما عرفتش شنو تسميوه،
يعني كيسخن مزيان، يعني ما كتحس لا برد لا والو. دابا غادي نمشي نتحرك صراحه، وخاصني ما ننساش هذاك البترول، نعمر القرعق. هاي وقع لي واش انا نصدق ما فاطر مع الشيء، خاصني نتقدى هذاك الشيء اللي خصني. كل يوم تنمشي لكاع وادي موسى، ما عرفتش صراحه واش نمشي واش نزور هذيك المنطقه ديال البتراء ولا لا. والكلاب عندهم هنا قباع، هذوك اللي كيكونوا حاضين الديور ولا والله تقباح قباح من ديال المغرب. هذا باش جوج، يعني جوج فراقي كيكونوا أربعة خمسة وما كيتفكوش، كتجري عليهم كتشي تركب بيكالا كيعاودو يتبعوك، يعني قباح. غنشوفو هاد البلاصة هادي يقدر يكونوا فيها شي كلاب باش تعرفوا شنو كنقول. هاد البلاصة سميتها الراجف، كاين واحد الفيلاج هنايا. الفريفر ها هو جاي، ها هو ولكن بوحدو، شتي بوحدو ما كيزعمش. شوف شوف كي تيدير، كيبقى بعيد. شوف ها هو جاي، ها لا لا عفاك 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 عفاك، الله يحفظك الله يحفظك. شو الاخر شو الاخر شو الاخر شو كيجي شو كيجي شو كيجي شو كيجي، تسي 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 شتي كيجي تيدير. الى ما وقفتيش ليه تعرف شنو يقدر يجي لك رجلك نيسان، يعني خاصك توقف توقف ويمشي. فهذه هي قرية الراجف سميتها، كيزرعو الزيتون بزاف تا هما بحالنا، شجر الزيتون شجر الزيتون حتى لتحت تقريبا كاع الدور عندهم شجر الزيتون. تخيلوا معايا بلي راه هاد الجي بي اس هذا ديال التليفون كيعطيني بلا انا في القاهرة، هانت اسيدي يلاه طيقوا انا في القاهرة دابا هادي. شوف هانت والله الا في القاهرة، هاي في مصر ها الاردن هاي فين هاي. شوف هنا هانت الله يتحماق هاد هاد جي بي اس هذا، ماشي غير هادي حتى لابليكاسيون اخرى ماب سمي، نشوفو ماب سمي ها هي تاهي عطاني في مصر حتى في القاهرة. هاش واش كيبان لكم ولا لا؟ هاهي القاهرة، ها الأردن فين؟ وهذا هو التراجي اللي درت في السعودية، هاهويا من الرياض حتى للأردن. المهم دابا جابنا هنا ويدوخ عطانا في القاهرة. ما عرف الصراحة كيفاش هاد البلان، زعما لي زابليكاسيون كاملين عندي ثلاثة ديال لي زابليكاسيون ثلاثة، ها واحدة أخرى جاية عطينا في القاهرة. يعني الجي بي اس ديال التليفون اللي حماق، أول مرة توقع لي هاد البلان. أنا راه ماشي في القاهرة، أنا راه في الأردن، اش قررنا في القاهرة. ايه حبيبي كيفك؟ دابا راه اللهجة هنا كتختلف على السعودية، السعودية السلام عليكم كيف الحال بخير فهمتي، يعني الهضرة هنا بحال هنا وسوريا فلسطين لبنان شوي خصك حبيبي كيفك؟ فهمتي ايش مسوي كذا فهمتي، يعني هضرة مختلفة اللهجة هذه رقيقة شوية، السعودية شوية على حسب واش المناطق وقيلة في السعودية. فهذه هي مدينة طيبة، غادي نجلس هنايا شوية ناكل واحد الحلوة، حلوة الهريسة. فالناس هنايا في هذه المنطقة كيسكنوا في الجبال كاملين، هذه المدينة راه كاينة من اللور، هذه المدينة ديال شنو سميتها طيبة، فهي كبيرة بدينا شوية، يعني الناس كيسكنوا في الجبال لأنه أصلا ما كاين والو هنا، كاين غير الحافة من الجهة الأخرى، شراهم الناس في ساكنين. فغادي
نوريكم حلوات الهريسة. فكاين الهريسة ديال خوتنا التونسيين حارة، وهذه هريسة ديال الأردنيين حلوق. فالسيد اللي خديتها ما عندهم ما باش يتخلص، فاش عرفني مغربي قال لي صافي يا سير، قال لي اعتبر هذه ضيافه مني. قلت لا لا تخلص والو ما بغاش، عشان راه كان طاح ليا ودزت فوقها من الرويضة ومازال نشوفو. فانا فايت كليتها في العقبة، زوينة حلوة. نحيد هادي زوينة. كنت بغيت ناخذ كنافة ما عندوش، قال لي خصك تسنى 20 دقيقة نوجدها لك. فقلت لي عطيني هاد الهريسة هادي. فالحلويات هنا عندهم زوينين، حتى هادوك الأنواع ديال البقلاوة بزاف ديال الأنواع زوينين صراحة. دوقوها بسم الله. زوينة حلوة، فيها هاد ما عرفتش واش كريم ولا جبنة هادي ولا شنو كيسميوها هنايا، هاد الشي البيض ديال الوسط، وهذا فستق بيستاش، والحلوة يعني العجينة زوينة الصراحة. عندهم بزاف ديال الأنواع ديال هاد، كاينة واحد الحلوة بالحلبة بحال شكل ديال البسبوسة، وهي كيديروا فيها الحلبة كتجي زوينة دقتها. السيد اللي خديت ما عنده هادي ما بغاش يتخلص. السيد اللي قبل منو كنت كريت واحد جوج شاورمات عند واحد المطعم، حسبهم لي تقريبا بالدوبل ديال الثمن. يعني فيما مشيتي راه كاين خايب ومزيان. ما كاين غير النزله دابا حتى الواد موسى، هما كيقولوا ليه وادي موسى ولكن حنا نقولوا ليه واد موسى. يمكن هاد المدينة مسمية على النبي موسى، هاد الواد زعما واد، ولكن هي مدينة وادي موسى، كان مسمية على اسم موسى ديال النبي وقيلا. هي وادي موسى والبطراء هي كاينة هنا من ورا هاد ما بين هاد الجبال هادو. المهم شي بلاصة هنايا فهي كتمشي ليها من لها. فدابا الا بغيت نزور البتراء خصني نبات هنا في وادي موسى. بتراء بالانجليزية يعني باللاتينية، ولكن بالعربية كنقول البتراء. كاين كلشي كيقول لها بتراء، فكنظن هذه هي وادي موسى. أو كاين اللي كيقول لها بطرة، يعني مدينة البطرة. كاين نزول 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 نزول، ولكن فران كاين. أنا كلشي سابق بالصفر كيبان ليا، أغلبية كيسبق بهاد اللون هذا صفر، ولا هاد البيض هذا بحال البيض، ولا هادي بهات تتوقع لما الشمس. السلام عليكم. دابا هذا الجبل اللي تيصبغوا بنفس اللون ديال الجبل اللي لاحظتو، هاد الصفر هذا بحال اللون ديال الجبل تقريبا. مازال المابس ما خدامش حتى الوقت، الساعة عاد يعطيني ديال ميسر، التليفون كامل ولا ديال ميسر ولا ديال على القاهرة، يعني الوقت نقصت ساعة اوتوماتيك. داكشي انا ما درت التليفون والو، والله ما فهمتش واش شي مشكل عندهم هنا ولا شنو، ما فهمتش والو. والمابس كيعطيني انا في القاهرة،
دقيقه كيرجعك هنايا كيعطيك هذاك الشيء صحيح، وساعه هو عطاك في القاهره. انت تمشي تسارى في القاهره وترجع عاوتاني. دابا انا في السونتر ديال البتراء، خديت واحد القهوه هنايا. هنا كيشربوا قهوه بزاف، كنظن التركيه. هادو التركيه هي داك اللي كطيب في اللعيبه، اللي كتكون عند داك اللي طويله كيطيبوها بعض المرات في الرمله. المهم هي هذيك، كاين اللي كيديرها في الرمله هنا بزاف. معاد هي خصك تسناها شويه حتى كتصفى، عاد كتبدا تشرب فيها. فهذا هو السونتر ديال البتراء. زوينة مروجة. هاي بيكالا شتا كتنقد دابا، جلست نشرب قهوة وهي تبدا تنقد. فاش كنجلس ندير الخيمة كتبدا تطيح عاوتاني. فاش كنبغي نرتاح هنايا فين كتبقى. هادي ساحة هنايا كيجلسو فيها الناس، هنا كاين المحلات. هاي بدات كتمجد، هاد شوية غادا يطيح التلج. زوينة القهوة مبيهاش، خاصني نبدل البلاصة صراحة. هاد الكوان هادا مخدامش، فين غنمشي معرفتش فين غنمشي صراحة. فين غنمشي نتخبى هنايا؟ لا لا. فهنا سياحية هذا البطرات.